يلا اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. خالد جاد من محافظة المنيا، جريدة صوت المنيا. الورشة إيجابية جدا 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 بالنسبة لنا، استفدنا في حاجات. المستر عبد الفتاح والأستاذ المستر خالد، تصوير وكيفية التصوير وكيفية التعامل مع جهاز السوني إكسبيرا اللي حصلنا عليه من الورشة. الأستاذ خالد علمنا إزاي أسس الخبر وإزاي القصة الخبرية وإزاي إدانا أسس للصحافة وإزاي بتكتب خبر. أما بالنسبة للبرنامج ستوري ميكر، هو برنامج كويس بس فيه إيجابيات مميزة، إن أنت تقدر لو شفت حدث في ساعتها بتغطي حدث، فبتقدر تشوف صور فيديو بتمنتجه في لحظتها وترفعه. اما سلبياته فهو برنامج في طور التحديث لسه، فطبعا في سلبيات لسه. بنعشم ان شاء الله تعالى ان القائمين على البرنامج يحلوا المشكله بتاعت البرامج اللي تتعلق بالرندر وتتعلق بالايه، بالرفع على الاكس رفع على النت. ده اما الورشه فهي مفيده جدا جدا بالنسبه لي، انا عن نفسي استفدت بنسبه 100%. تطبيق البرنامج في شغلك؟ التطبيق ممتاز ممتاز وفادني مرتين. تطبيق البرنامج في الشغل بتاعي ممتاز جدا، فادني مرتين. تصادف ان انا كنت بغطي حدثين، كان في حادثه، كان تصادم 3 موتوسيكلات مع تاكسي، وكان في 1 ضحيه و6 مصابين. كنت انا موجود ساعه الحدث في المستشفى، الموبايل كان موجود معايا، فادني جدا. صورت الكلام ده وترفع ورفعت على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك. تصادف ان تاني يوم برده كان في قطع للطريق، اهالي زاويه السلطان في شرق النيل بيحتاجون على قطع الكهرباء لمده 4 ايام، فقاموا بقطع الطريق. تصادف ايضا ان انا كنت هناك، صورت الحدث في لحظتها وكما من انتاجه، وعملت تقرير صغير وترفع في لحظتها، وكنت اول ناس نغطي الحدث وترفع ساعتها على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك على الايه صوت المين. شكرا.